بسم الله الرحمن الرحيم. صحة رمضانكم وإن شاء الله صحة فطوركم. بيان سور هاي الدورة مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة للمدرب الجديد اللي راح يتعرف على اللاعبين، وكما نقولوا فرصة باش تتعرف على لاعبين جدد، على مدرب جديد، على نوعية جديدة، وإن شاء الله احنا كلاعبين محترفين جاهزين إن شاء الله، وباش باش ندخلوا لهذه الدوره ان شاء الله نقدموا كل شيء ما عندنا ان شاء الله. انا بالنسبه لي انا مازال ما تكلمتش معاه، وان شاء الله نتمنى له التوفيق. لا لاباس به، لاباس به بيان سور، خدم في المنتخب السويسري وان كان معاهم في كاس عالم، وخدم في لازيو فاز معاهم كاس. احنا نتمنى احنا يجي نعاونوه هو يعاوننا ونكونوا مجموعه واحده ان شاء الله. بيان سور ابراهيمي من اللاعبين كما نقول لك الخصائص اللي عنده ما كانش في لاعب اخر. ان شاء الله نتمنى النجاح كاع وتوفيق المنتخب ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، شوي فريمون كونتون بريسي دو روتروفي ليكيب اي فوالا اي بيان ترافايي ان شاء الله. Non, je le connais juste de nom et ça sera l'occasion de le rencontrer, Inch'Allah. Ah, l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bah, qu'il l'a fait comme ça.